أكثر من 32 مليار درهم قيمة الاستثمارات المقدرة لاستضافة إكسبو 2020 بعد فوز الإمارة بشرف الاستضافة، حيث يندفع قطاع المشاريع الجديدة في الإمارة بتسارع ملحوظ قبل موعد انطلاق المعرض، وهو ما كشفت عنه الاستعدادات التي تقوم بها جهات حكومية وخاصة عبر طرح مشاريع واستثمارات جديدة تسهم في إنجاز هذا الحدث. المزيد في التقرير التالي. 32 مليارا و300 مليون درهم هي قيمة الاستثمارات المتوقعة لتطوير المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020. فخلال مؤتمر وجهة دبي 2020 الذي انعقد اليوم، أكدت الجهات الحكومية والخاصة عن استعداداتها وطرحها لأحدث فرص الاستثمار للمعرض المستضاف، تزامنا مع مساعي الحكومة ضخ الكثير من الاستثمارات بهدف تطوير كافة المنشآت اللازمة لاستضافته وإنجاح هذا الحدث. دبي وورلد سنترال ومطار المكتوم الدولي هو تقريبا البيت والمركز لدبي إكسبو 2020، وبالتالي هناك كثير من المشاريع التي من الآن إلى 2020 اللي هو وقت الإكسبو بتكون قائمة إن شاء الله رب العالمين. من هذه المشاريع طبعا عندنا يعني توسع كثير جدا في اللوجيستيك أريا، وعندنا توسع في الافيشن سايد كبار، عندنا شركات كثيره جايتنا في هذا المجال. فوز إمارة دبي باستضافة إكسبو 2020 المعرض الذي تتسابق على نيل شرف استضافته مدن عالمية، كانت مدينة دبي هي الفائزة به لما تحتويه المدينة من مقومات قامت على أرض الواقع، ومنها مشروع برج 2020 والذي يعد أطول برج تجاري في العالم، إضافة إلى بعض المشاريع الحكومية الأخرى. توسع الرقم المحدد إلى حوالي مليار دولار للتوسعة، بعد إعلان لأطول برج مكاتب كنا حاطين مع التوسعة مواقف سيارات حوالي 5000، زاد المواقف إلى فوق 10000، فالمشروع كبر لكن الطلب يبرر المشروع هذا. مجموعة متنوعة من المشاريع اللي عرضناها، وإحنا اللي نشوفه أن من مجموعة المشاريع اللي اطلعت عليها في إدارة المشاريع عندنا في بلدية دبي، تقريبا موازنة مجموعة المشاريع الموجودة في 2014 قريبة من مليارين درهم، وفي 2015 كذلك قريبة من نفس الرقم. إذن فرص استثمارية واعدة تقدمها دبي على طبق من ذهب لكافة الجهات المحلية والخاصة من خلال استضافتها لهذا الحدث، فيما سيقدم هذا المعرض فرصا كبيرة ومجزية تمكن الاستثمارات الأجنبية من الاستفادة وتحقيق عوائد ضخمة خلال أشهر المعرض.